زي الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحده الامريكيه دي مجموعه دول اصلا، لكن بينهم اتحاد. اوروبا مجموعه دول لكن بينهم اتحاد. اسيا كانت عامله حاجه زي كده يعني. دول العشرين دي اللي بتعمل قمه كل سنه، دول مجموعه دول لا تجمعهم الحدود. حلف الاطلسي، شمال الاطلسي اللي هو الناتو، ده نفس القصه، مجموعه دول ما تجمعهمش الحدود. ليه دايما بنقول ان الاتحاد الدول العربيه مفترض انه ينجح؟ لانه له مشتركات، وحده التاريخ، وحده اللغه، وحده تقريبا الدين. يعني هذه الدول العربيه كلها عندها مقومات ثقافيه ودينيه تنجح اي اتحاد، ومع ذلك يعني ومع ذلك هذه الدول فشلت في كل الاتحادات. وحده الدين، وحده اللغه، وحدة الجغرافيا، احنا كتلة واحدة. ومع ذلك هذا الحلم كل محاولة ليه يتم إخفاقها، بداية من جامعة الدول العربية على يد أنتوني إيدن، وانتهاء بقى بحلف بغداد، وحاجة كان فيه مشروع في الشام كمشروع كبير جدا لما اتخانقوا الهاشميين، وكان حد فيهم هيحكم العراق وحد هيحكم مش عارف الشام، لحد ما تكونت دولة الأردن. هذه المشروعات كلها، وانتهاء بمجلس التعاون الخليجي، هذه المشروعات الوحدوية كان مصيرها الفشل تماما. وانت شايف السؤال، إذا كانت أوروبا بلغتها المختلفة قادرة تعمل اتحاد كبير جدا، إذا كان الاتحاد السوفيتي عاش فترة طويلة على مجموعة دول كبيرة جدا تحت ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، إذا كانت أمريكا وهي مجموعة مهاجرين من دول أوروبا استطاعت انها تعمل دولة الولايات المتحدة الامريكية، ازاي العرب اللي يجمعهم وحدة التاريخ، وحدة اللغة، وحدة المصير، ووحدة الحدود الجغرافية، ازاي دول زي دي مش عارفة تعمل اتحاد لحد دلوقتي؟